يعقوب. مين هو السيد قطب؟ بيتكلم عنه، بيقول عنه ايه؟ كان فقيه، كان عالم زي ما الاخوان بيصوروه انه يعني ده اللي فاق يعني، ولا كان ايه بالظبط؟ اسمع. سيد قطب له قصه، له قصه، ده راجل قديم. له قصه وهو راجل قديم. قديم وشاعر. ثم سافر امريكا ورجع من امريكا وعند له ان يلتزم بالدين، لكن في ناس لما يجي يلتزم بالدين او يدخل الدين هو معجب بعقله، معجب بكتابه، فبيدخل من الدين من الباب اللي هو عايز. يعني حضرتك لما تقولي بعض الشباب بيتطرف في نشأته كده، الضغوط الظروف المعيشية هي ودته كده. فسيد قطب لما التزم دخل من سكة الأدب، اقرأ من كتاب التصوير الفني في القرآن، وهو بيقول مثلا في آيات القرآن وهذه الآية رشيقة، يعني فهو دي طريقته. تلقفه بعض الإخوان المسلمين، وهو حتى لما يعني أكثر حياته بعد ما التزم كان في السجن، فلا شاف علماء ولا قرأ كتب ولا علم في حاجة، كله قدامه. يعني سيد قطب في الأصل قديم، قديم شاعر. سيد قطب لم يتفقه في علوم الدين، لا، ولم يقرأ ولم يتعلم، لا، ولم يتعلم على أي شيء، لم يتعلم على يد شيخ، على يد اي شيء، هو لم يتعلم على يد شيخ، ملوش شيخ، ملوش شيخ، لم يقرأ في الكتاب والسنة. لا هو يعني قرأ، بس قرأ ايه انا لا ادري، ويقول ان هو كان معاه في السجن، بس يقول قرأ بس لا ادري قرأ ايه. سيد قطب له قصة وهو رجل قديم وشاعر، ثم سافر الى عرب واراد ان يلتزم الدين، فتدخل من الباب للتصوير الفني في القرآن، وأكثر بعد التزامه كان في السجن، وأنه لم لا يدرس على أي شيء ولم يتعلم على شيء. حاجة ثانية عاوز تضيفها؟ عاوز تضيف حاجة ثانية؟ من الآخر كده قال لك سيد قطب ده نكرة، ولا اتعلم اي شيء، ولا علاقه بالدين، ولا علاقه بالفقه، ولا درس، ولا ليه حد من الشيوخ بيعلمه، ولا اي شيء، وراجل اديب وشاعر وسافر الولايات المتحده الامريكيه، والاخوان خدوه اتجند معاهم من خلال طبعا هناك تجنيد، زي مرسي بالظبط، نفس الحكايه نفس المسار، بس هو كان شاعر واديب غير مرسي. فرجع بعد كده عمل اللي عمله في مصر سيد قطب قدامكم. الشيخ يعقوب قال لك لا ولا ليه. طب ايه اللي عمله سيد قطب والجماعه اتشالت سيد قطب وقالت لك سيد قطب العالم والامام والفقيه والقران واللي حافظ القران والاحاديث؟ قال لك ولا حاجه. يعني شوف الاخوان بيهموا الناس من امتى؟ من الاربعينات او من الاربعينات لحد دلوقتي. سيد قطب بيعمل ايه؟ سيد قطب قال لك ملوش علاقه بحاجه، وغير ولا فقيه ولا شيء. يعني يعني وضع سيد قطب في مكانه الحقيقي، دي من الحاجات القويه اللي قالها الشيخ يعقوب بصراحه. يعني